عبروا عبر سكايب معنا الأستاذة أسماء السويد وهي مدربة دولية واستشارية أسرية. أستاذة أسماء يسعد مساكي وأهلا فيكي. الله يعافيك يا رب ويبارك فيك ويتقبل الطاعات إن شاء الله بعد عطلة العيد ومن قبلها أيام 10 ذو الحجة، أكيد يعني أيام مباركة إن شاء الله يا رب علينا وعليك دائما. وعليكم إن شاء الله، شكرا لك. الله يبارك فيك. ست أسماء، يعني بدي أنطلق من هالموضوع تحديدا، وإحنا معظم الناس في معظم الدول العربية والإسلامية تقريبا الأسبوع الماضي كله معطلينه، جزء كبير لسه معطلين اليوم كمان، وغالبا الأغلب بكرة فعليا راح يبدأوا دوامهم، إن كان عمل إن كان دراسة جامعة مدارس بشكل عام. فخلينا أنطلق بشكل خاص من الفترة الأخيرة هاي، يعني بعد أسبوع من الراحة يمكن اللي اتغير فيها نظام وقتنا، نظام نومنا، نظام صحياننا، نظام حياتنا بشكل عام، فجأة الواحد بتفاجأ أنه بكرة في دوام، ما بيعرف بده ينام بكير، بيعرفش ينام بكير لأنه متعود على السهر، صار مع أنه أسبوع لكن فعلا بوصل الواحد لهي المرحلة وبكرة في صحيان بكير. فشو نصائحك بهذا الاتجاه أنه بكرة الكل يروح على شغله ودراسته وهو نشيط؟ أول شيء كل سنة وأنتم سالمين للمستمعين والمشاهدين. ثاني شيء موضوع النصائح، بصراحة ما بنقدر نعطي نصائح سريعة، هي ما لها عبارة عن الدواء السحري أو لمسة نبي مثل ما بنقول. إذا طبقتها فورا حينزل الواحد بكرة مرتاح على شغله ونشيط. الموضوع هو عبارة عن خطة ممكن تكون طويلة المدى أو قصيرة المدى حسب الأشخاص. كل واحد منا لما بيشتغل عليها أو بينفذها حيلاقي مفعولة عم يحصده شوي ورا شوي. يعني مثلا عم بيشتغل دائما من تحت دائرة الضغط لأنه عندي التزامات مالية، لأنه أنا بدي أخذ راتب، لأنه عم بنزل على شغلي غصب عني تعبان. أكيد هذا بكرة لما بده ينزل لشغله حيكون جسمه مكسر، ماله صحيان، عنده تشويش عالي، عدم تركيز. كل هالأمور هاي حتكون مجموعة عنده بأول ساعة أو أول ساعتين دوام، لبين ما يشرب قهوته ويفطر ويصحصح حيكون قضى كبير من يومه بالعمل، وهو يعني مو ضمن مستوى الأداء المتوقع منه. لكن الإنسان اللي عم بيشتغل عادة ضمن خطة أو عم بيشتغل ضمن رسالة، عم بيربط التحفيز تبع نزلته للعمل ضمن رسالة معينة، أو هو عم بيقدم لهذا العمل قيمة مضافة، عمله عم بيشعره بقيمته بإنجازه، عم بيخليه يشعر أنه هذا العمل عم بيميزني، أنا عم أقدم شيء، فأكيد هذا حيكون محفز تلقائياً للذهاب للعمل، عنده تحفيز عالي، وبنفس الوقت عنده شوق ليرجع يعمل إنجازه اللي هو متعود أنه يعمله بنفسية جديدة بعد ما عمل عطلة، بعد ما استرخى، بعد ما ريح نفسه قليل، وحيرجع ينطلق من أول وجديد ليكون بجاهزيته التامة للعمل. يعني عمليا خلينا نحكي ما فيش شيء مباشر 100%، لكن ممكن نشتغل على الجانب النفسي أكثر، مش هيك؟ تمام بالضبط. يعني دائما تنظيم وقت النوم حياخد فترة زمنية بين 3 أيام لأسبوع لبين ما يرجع الواحد يعدل الساعة البيولوجية تبعه، بين ما كان ينام الساعة 6 الصبح بين ما هلأ يصحى الساعة 6 الصبح لينزل لشغله. تمام. موضوع التحفيز الذاتي يفترض دائما نربط عملنا برسالة لحتى أنا أكون عندي تحفيز ذاتي لأنزل أدي هذا العمل، بالإضافة أنه أنا عنصر فعال بهذا المجتمع، أحسن ما أكون على الهامش أو صفر على الشمال أو أنا دون جدوى، وجودي وعدمه مثل بعض. هاي الأفكار كلياتها إذا أنا اشتغلت عليها، برمجت عقلي اللاواعي فيها، فبكل بساطة حيكون في عندي حافزية مبدئياً لا بأس بها لأني أرجع أنطلق بعد العطلة لشغلي. جميل. طيب ست أسماء، يعني خلينا نحكي الآن، إحنا زي ما بيحكوها يعني في مثل في بعض الدول إنه وقعت الفاس بالرأس وخلص اليوم آخر يوم وبكرة الناس طالعين، طبعا في ناس داوموا اليوم راحت عليهم على الآخر هذول بيكونوا، لكن مثلا بشكل مباشر أنا الليلة القادمة متعود مثلا الأيام الماضية لأنه عطلة تاني يوم وعم بصحى 12 و1 الظهر مثلا إني أنام على الوحدة بالليل، 2 بالليل، 3 بالليل، لكن إذا نمت زي هيك ما راح أصحى بكير وأطلع على دوامي، هل ألزم حالي ولدرجة إنه مثلا ممكن واحد يروح يضطر ياخذ عقار معين أو دواء حتى إنه ينام مثلا بكير، ولا هذا الشيء ممكن يكون له تأثير إذا مش صحي نفسي كمان؟ هو عادة الإنسان لما يعني بأغلب الأحيان لما بياخذ عقار ليساعده على النوم للأسف بيعمل مفعول عكسي، أو نحن مثل ما بقول فأسة نومته وما رح يقدر ينام. ف
بكل بساطة يعني على الساعة 10 تقريبا ممكن حمام سخن مع شرب أي نوع من الأعشاب الغير مضرة، خلينا نبلش باليانسون أو ممكن باللبن اللي ممكن يساعد على الاسترخاء، تخفيض إضاءة الغرفة اللي أنا بدي نام فيها، أو ممكن خلي الغرفة على العتمة، وحاول إني أجبر نفسي عن النوم قدر الإمكان بحدود الساعة 10 10 ونص، يعني حأتقلب بالسرير مدة ساعة ممكن أو أقل، ممكن أسمع شوية قرآن أو أسمع أي شيء تاني ممكن يخلي يساعدني على الاسترخاء أكثر أو على النوم، حلاقي حالي نمت بإذن الله تعالى، يعني هيك بشكل سريع وبسيط. جميل. طيب أخيرا أسماء، يعني نصيحة الأخيرة للناس اللي عندهم طلاب مدارس، يمكن بكرة أول يوم مدرسة بعد عطلة صيفية طويلة، أو يمكن ابنهم هذا أول يوم له بحياته راح يكون بالدوام المدرسي، كيف يتعاملوا معه الليلة تحديدا بعد؟ أكيد يمكن أغلبنا للأسف يمكن مش ممشي أولاده على نظام نوم محدد، فبالتالي راح يتفاجأ وينصدم إنه بلشت المدرسة، هون راح يرجع يعني يصير في ضغط على الأولاد. يمكن أول ليلة تحديدا إيش لازم يسوي مع أولاده؟ أول ليلة تحديداً يعني يفترض نتعامل مع الأولاد بطولة بال أكثر، بسعة صدر أكثر، ونساعدهم على إنهم يناموا بإنه نحن وياهم ننام مع بعض، يعني جميل. ممكن أنا أحط أولادي بسريرهم، أقرأ لهم قصة قبل النوم، أمسح على شعرهم، أرقيهم، أقرأ المعوذات، ضل جنبهم لحتى يعني أطمن 100% إنه الطفل نام أو أوشك على النوم. جميل. ممكن ببساطة كمان احكي بعض الجمل او العبارات اللي بتساعد على برمجه الطفل انه حيفيق بكير ثاني يوم، انت بكره عندك يوم رائع عم ينتظرك، هذا اليوم المميز اللي انت حتثبت فيه انك انت طالب مجد من اول ساعه، ملتزم بمدرستك، ملتزم بالنظام، هاي الامور كلياتها بتساعد الطفل على الاسترخاء وعلى النوم. اما للاسف لما نحن بنجبر الاولاد على انهم يناموا بكير وهن شايفين انه الام والاب سهرانين، فللأسف يعني حتكون ليلة سيئة بالنسبة للأولاد وبداية غير موفقة، فيفترض نتعاون معهم، نحط إيدنا بإيدهم، نخلي القانون تبع النوم بكير يسري علينا جميعا، لأنه النوم بكير يعني مثل ما بنعرف حيعود بالصحة علينا جميعا، مو بس الأطفال وإنما حتى الكبار، يعني الكبير ما عنده حجة أو عذر بالسهر المتكرر، فنبلش هذا البرنامج معهم وإن شاء الله بإذن الله حيكون في نتيجة جيدة لصباح اليوم الأول الدراسي. جميل، الله يفتح عليك ومشكورة جدا يعني استاذ اسماء، الاستاذ اسماء السويد المدربة الدولية والاستشارية التربوية والأسرية، شكرا جزيلا لك.